سيتم عرض أهم مبادرات برنامج خليفة للتمكين من خلال ملتقى حماية الدولي نتعلم نحمي. من أهم المبادرات الرئيسية هي مبادرة أصحاب الهمم، حيث تم عمل مسابقة لأصحاب الهمم بالتعاون مع دار زايد للرعاية الإنسانية، وهي مسابقة بعنوان اكتب قصة نجاح. أهمية مشاركة برنامج خليفة للتمكين أقدر في ملتقى حماية الدولي لعام 2019 هو وجودنا في جميع المحافل، وذلك عبر وضع بين يديكم مبادرات برنامج خليفة للتمكين للتعرف بها من خلال الجمهور والزوار من داخل وخارج الدولة. وشكراً.